عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، موعد النهاردة إن شاء الله تعالى مع كتاب البرجراف عن a cold، معناها طبعا البرد أو نزلة البرد. a cold معناها طبعا نزلة برد. هنقول طبعا أصبت بنزلة برد أو تعرضت، يبقى I يعني أنا، have هنتكلم في الماضي يبقى had، تعرضت I had a cold، أنا أصبت a cold، I had a cold أصبت بنزلة برد، وليكن lost week، lost week الأسبوع الماضي. في الأسبوع أبدأ يوم جديد. I يعني أنا، didn't أنفي بقى كده I didn't feel، أنا لا أشعر، I didn't feel better، أنا لا أشعر better معناها بتحسن. كمان هنقول أنا ذهبت للطبيب I went to the doctors، أنا ذهبت لمين؟ للطبيب. كمان هنقول الدكتور يعني أخبار إن أنا أقعد في البيت، يبقى the doctor الطبيب أو الدكتور told مي أخبرني، told me أخبرني، told دي التصريف الثاني من till told، يبقى the doctor told me أخبرني to and stay أمكس أو أبقى في الهوم المنزل. كمان هنقول الدكتور أعطاني بعض الأدوية أو بعض طبعا الحبوب، يبقى the doctor الطبيب أو الدكتور gave، التصريف الثاني من give، gave me أعطاني some معناها بعض، pills pills معناها الحبوب. كمان I يعني أنا، took التصريف الثاني من take، took أخذت the pills الحبوب. وأقول كمان I أنا felt التصريف الثاني من feel يشعر، felt شعره، يبقى I felt better أنا شعرت بالتحسن today اليوم. I يعني أنا، stayed مكست أو بقيت في الهوم المنزل for لي 3 وليكن 3 days لمدة 3 أيام. again مرة تانية هنقول a cold يعني نزلة برد. I had a cold أنا تعرضت للبرد أو أنا عندي برد أو كان لدي برد. Last week الأسبوع الماضي I didn't feel better أنا لم أشعر بتحسن. I went to the doctors ذهبت للطبيب. The doctors told me الطبيب أخبرني to stay home أن أبقى في المنزل. The doctor الطبيب gave me أعطاني some يعني pills الحبوب. I يعني أنا took أخذت the pills الحبوب. I felt أنا شعرت بالbetter التحسن today اليوم. اليوم طبعا عذرا I stayed مكست home في المنزل for 3 days لمدة 3 أيام. لكده طبعا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يا رب الفيديو نال عجبكم، متنساش اللايك والشير عشان يوصلك كل جديد. شكرا على المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.